مصر عندها ثوابت مستمرة وما غيرتهاش، مش بتغيرها. الثوابت دي مستمرة. احنا كإعلام، احنا مش إعلام حكومي، يعني احنا ما نقبضش من الحكومة، احنا إعلام خاص، قناة خاصة مش تبع الحكومة، ولكن دعم للدولة وفي مقدمة الداعمين للدولة وحركة الدولة ومصالح الدولة ومصالح بلادي. ده دورنا وهنفضل عليه. بقول الحكاية دي كل يوم عشان في واحد اسمه عمار علي حسن، ده المفروض عمار ده راجل خريج اقتصاد وعلوم سياسية، ولما اتخرج من كليته كنت انا بشتغل صحفي وليا اسم في الاهرام، يا دكتور عمار كان ليا اسم وانت لسه بتخرج من الجامعة. اللي انت بتقول النهاردة انه هتابع النهاردة احمد موسى انا مش بشوفه، بالمناسبة ما يشرفنيش انك تتفرج علي على فكرة. هذا البرنامج يا دكتور عمار يا علي حسن بيتابعه من 25 ل 30 مليون واحد، واحد من اهم البرامج هنا وفي المنطقة العربية يا دكتور عمار. قد تكون لا ترى بس انا بسمعها لك عشان تعرفها. هذا البرنامج له مصداقية كبيرة، سواء حضرتك راضي او مبسوط. انا عارفك مش راضي ومتضايق. بالمناسبة انا عمري ما قابلت عمار علي حسن، لا اتذكر ان انا اعرفه، والله انا بقول لكم عمري في تاريخي ما قابلته، رغم انه في نقابة صحفيين وهكذا وكان في الوكالة، ما اعرفش موجود ولا مش من الوكالة، ما عنديش فكرة يعني. لكن قال لك هشوف هيتابع زيارة الرئيس ازاي. زيارة الرئيس، هو انا قلت لك في يوم من الايام ان انا مش بدعم بلدي؟ عايز اقول لك رسالة، ارجع ادرس علوم سياسية مرة اخرى. الدكتوراه بتاعتك دي ترميها في الزبالة، وارجع مرة اخرى تعلم من جديد يعني ايه علوم سياسية ودولية، ويعني ايه علاقات دول، ده الف به سياسة. اللي انت بتقول رجل وانا استاذ، لا والله مش استاذ علوم سياسية. الاستاذ العلوم السياسية يعرف يعني ايه تحركات الدول، ويعني ايه مصالح الدول، ويعني ايه علاقات الدول. فانا بقول لك مرة اخرى يا دكتور عمار، واسف والله انا ما بحبش اتكلم على اسماء ولا تستحق لا انت ولا غيرك اقول اسمك بالمناسبة، ولكن اضطريت النهاردة لقيت حد صديق بعت لي بيقول لي شفت اسمه ايه بعت لي يعني قال كده. بمناسبة بس بلدنا ودولت، انت عايز ايه من حركة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ عايز ايه؟ لعجب الرئيس لما ساند الجيش المصري العظيم ثورة، ولا عجب الرئيس انه يعمل يبني مصر، ولا عجب الرئيس انه يتحرك مع اشقائنا العرب بقطر وغير قطر، ولا عجبه الدولة بتعمل ايه؟ طب ايه اللي قول لي يا دكتور يا عمار يا علي حسن، انت عايز ايه من مصر؟ ماذا تريد من مصر؟ هل عايز مصر دويلات؟ هل عايز مصر فيها ميليشيات؟ هل عايز مصر دولة غير وطنية؟